مرحبا حبايبي، شو اخباركم؟ ان شاء الله صحة وسلامة وجمعة مباركة على الجميع. طبعا اليوم حلقة جديدة من برنامج مطبخ ابو علوش على قناة الفرات الفضائية. طبعا حبايبي، حسب طلبات طلبوا كبسة اللحم بهذيك الحلقة، طلبوا كبسة اللحم. ان شاء الله راح نشتغلها بطريقة سهلة وبسيطة. طبعا كبسة اللحم هي اكلة خليجية، اخواننا بالخليج يشتغلوها بالحملات بتجي، فاحنا اخذنا طريقتها بس احنا نشتغلها بنفس العراقي. راح نشتغلها الكبسة بس بالبهارات، يعني مو الكبسة الحمراء، هي عبارة عن لحم زبد بهارات بشكل، طبعا هو يدخل بها الكاري والكزبرة والبهار اللي بشكل ونضيف لها شوية هيل. انا طبعا المبصرة عن اللحم سالقة نص سالقة، وضايف له المبصرة وضايف له، يعني ما سلقة كاملة لان انا وراء حمس وراء تهدير بالتمن فما اريد ينمرد. عندي الخضار جزر بصل فلفل حار وبارد، وعندي هذا السوب مال اللحم راح اكبسه ويا التمن. طبعا عندي الطبق الثاني هو طبق يخني الفاصوليا الخضراء. طبعا الفاصوليا الخضراء اكو منها فريش واكو منها مجمدة، انا جبت المجمدة، راح استعمل الفاصوليا الخضراء واخذت من سوب اللحم هذا خليته حتى خلي بيطعم للفاصوليا. عندي طماطة، عندي بصل، عندي شبنت، وعندي شوية فلفل حار، وعندي بهار مشكل. والطبق المقبلات هو طبق الشوندر. الشوندر طريقة سهلة وبسيطة، نسلق الشوندر بهالطريقة هاي، يكون مربعات ويا رمان ويا نعناع ويا رشة ملح وليمون حتى يكون عندي حامض حلو ودبس الرمان. وعندي الطبق الحلو طبعا راح نشتغل حلاوة الشعرية بالقشطة والفستق الحلبي وعصير الكيوي بالليمون. بالبداية راح نبدي نبلش، ها عيني طلع لك الجداح، ها اشتغل حبايبي. هسه بالبداية راح نبدي نبلش بالكبسة. بالبداية اضيف الزبدة، الزبد دائما من نضيفه ضيفه ويا الزيت حتى لا يحترق. هاي المقادير هم طلعت بالشاشة، هاي المقادير اللي يريد يسجلها، كل سهلة وبسيط. طبعا انا الكبسة راح اسويها قلت لكم بلون البهارات، يعني مو حمراء، لان راح اسوي وياها يخني الفاصوليا، فاصوليا الخضراء. هذا سانتظره لمن يذوب اعلق النار مال الفاصوليا. فاصوليا اضيف شوية زيت. طبعا انا راح احمس البصل واحمس الشبنت واحمس البهارات. طبعا هاي اليخني هي مرقة، بس احنا نسميها يخني كلمة قديمة. احنا عندنا الباقلة من تنزل، اول ما تنزل تكون بعدها ما بالغة، يعني نشتغلها هي والخضار مالتها الباقلة، هم نسويها يخني، يعني نفس طريقة الفاصوليا. هسه عندي هذا اول شيء البصل راح اضيفه، راح اضيف الفلفل، وراح اضيف الجزر. اهم شيء حبايبي بالمروقات، يعني بالطبخ، لازم البهارات نحمسها، يعني نحمسها ويا الخضار اللي نضيفها. اذا ما نحمس البهارات نضيفها ويا المي ما راح تعطينا طعم، يعني راح يصير بيها مرورة. هاي نظل نقلب بيها لحد ما تذبل. وهذا الفلفل. طبعا الكبسة بيها انواع، وهذا الهيل. ان شاء الله اسوي لكم الكبسة المحموس،
يمر على التوقع شورت بيه شور بيه المخرج صدق صدق تندعي لي بقلبك بداعت امك رحم الله والديك هاي الساعة ما يذبل حبايبي راح عندنا اتصال سجاد من السماوة شيخ بعلوش حبيبي سجاد شخبارك شيخ امورك احوالك شلون هالسماوة بشرني تقول قلبك والله بخير الحمد لله عامره بهلها عامره بهلها تقول قلبك بعلوش شلونك حبيبي سجاد مستعطيلك والله الله يحفظك شو تعرف قول تعرف مطعمك وين بكربلة بكربلة موجود على العنوان هسه الولد راح يعطوك اياه ان شاء الله بالكونترول تمام تمام عيونك حبيبي حبيبي اقول لك استاذ حازم هاي لازم تدربني على كلمة الكونترول كونترول حبايبي هسه ذبيت البصل راح اذب الفلفل هاي طبعا بالنسبة لليخني كل سهلة وبسيطة وهاي مقادير اليخني استاذ حازم راح ينزل لنا اياها هاي حمسة خفيفة هاي المقادير طبق الجانبي طبعا اليخني الفاصوليا الخضرة مو الباقي الا الخضرة حبايبي نعم نعم حبايبي هسه بدأ عندي يذبل البصل بالنسبة للكبسة راح اضيف اللحم اللحم انا شنو اللحم انا سلقة ثلاثة ارباع سلقة يعني مو سلق كامل حتى لين مرد عندي عندنا اتصال من النجف الو الو السلام عليكم هلا خيتي مرحبا قلبك شلون الله يحفظك ويسلمك اريد طريقه الدون ما اللي انه ما تطلع مو حامضه كلش او حامره لو شيء نعم الدولمه مال اهلنا الكراد مال اهلنا اي مال اهلنا شوفي الدولمه بالشمال ما يضيفوا لها معجون ولا يضيفوا لها بهارات تكون حامضه وتكون بدون معجون اي شلون يعني حامضه بدون معجون ان شاء الله اسوي لك اياها وخدمتك احنا ان شاء الله راح نسوي كل اكله من محافظه يعني نجيب فد اكله مشهوره بها محافظه حتى كل محافظاتنا العراقية نعيد أكلاتها بهذا البرنامج شكرا جزيلا الله يحفظك ويسلمك حبايبي الله يخليك هسه هذا من حمس تحمس ويا البهارات راح أضيف المي المي بقد التمن شوفوا حبايبي بقد عد التمن بقد مي هذا راح أضيفه وأخلي له رشة ملح لمن يفور أضيف التمن أظل أخوط شوية هذا شوية الملح حسب الرغبة اخوط شوية بيه لما شوية ينشف التمن عندي انا الصنارة واخلي هسه حبايبي راح احمس المعجون هذا بالنسبة لليخني طبعا المعجون دائما من نحمسه لنخلي له سوائل يعني الطماطة هسه ما اضيفها خلي المعجون ينحمس حتى تروح الزفرة البيه هاي حمسة خفيفة انا الطماطة احب اسويها مربعات يعني ما احب اضربها بالخلاط بالمرقة حتى تبين عندي هاي حمسة خفيفة اضيف الطماطة بعدين واضيف لها اللوبيا خلينا شوية نحمسن عندنا اليوم اهل النجف منورين اتصال من النجف الو شلونك استاذنا العزيز حبيبي ابو كرار شخبارك الله يسلمك انت شلونك شلونك شخبارك احنا نريد اكله مشهور بها اهل النجف انا خادم انا اشتغلت الفسنجون طبعا وانا نريد الاكله الفسنجون اي اشتغلتها موجوده على اليوتيوب يمكن قبل حلقتين اشتغلتها موجوده على اليوتيوب واشتغلت القيمة النجفية
وبعد الآش النجفي راح اشتغله والآش الكربلائي هم اشتغله. اكو فرق بين الآش النجفي والآش الكربلائي. صحيح صحيح. بس مكونات شلون الفنجون؟ يعني الكباب قاعد يسمع حبه يا فنجون ما تعرف تروح. بخدمتك 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 حبيبي حبيبي. طبعا حبايبي هذا هسه بس مسلته أدب مية. طبعا تحياتنا لأهل النجف. قلت لكم أنا اشتغلت الفسنجون. الفسنجون أكلة نجفية. بعدين أهل كربلاء وبعدين الكاظمية بس هي الأصل نجف. الفسنجون أنا اشتغلته هو عبارة عن الكيلو دجاج. هاي راح أضيف التمن. أنا ضفت الملح وراح أخليه لمن يفور. الكيلو تمن نضيف له قلاصين راشي، ربع جوز مبروش، نضيف له دبس الرمان نص كمية الراشي حتى ليكون عندنا حامض زايد. نضيف خاشوقة أو خاشوقة ونص شكر ونضيف رشة ملح. وطبعا اللي ما شاف الحلقة يقدر يدخل على قناة الفرات باليوتيوب، موجودة الحلقة. أنا سويت الفسنجون وأتمنى تعجب أهل النجف. عندنا اتصال من كربلاء. شهد، هلا وشهد، شلونك عيني؟ الحمد لله بخير. جمعة مباركة. الجميع إن شاء الله. الله يحفظك. عيني عمري 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 فيتي. أريد خلية النحل. خلية النحل تعمرين تعمرين أمر. طلعنا المقادير تؤمرين امر تؤمرين امر تؤمرين حبايبي. هسه راح اضيف السوب. هذا السوب اللي سلقت به هذا اللحم. هسه هذا شوفوا بعد يعتاز شويه مي. هذا السوب اللي سلقت به اللحم ازلت من عنده للمرق حتى يطي شويه طعم. طبعا احنا ندري حبايبي اكو افد معلومه حلوه. ندري هاي الفترة يعني صار فترة اللحم غلى والناس الله يساعده والله يغني الفقير يغنيكم ويغنينا يا رب وربي يشبع كل جوعان. فبجاء هاي الأيام المباركة وهذا اليوم جمعة والصلاة على محمد وآل محمد. أكو شغلة للعظم العظام مال الغنم نقدر نجيبها نفورها بحيث نطلع دهنها. نقش الدهن مالتها ونسوي مربعات. يعني شلون الماجي؟ هذا اول شيء اطيب من الماجي، ثاني شيء صحي، وثالث شيء ما مكلف. احنا الماجي ما نعرف شنو اللي حاطينه بيه، ما نعرف شنو المكونات اللي بيه. فهذا افضل اجيب فد 4-5 كيلوات 6 كيلوات عظام كسور اكسر هنا ذبهن بالقدر بحيث اطلع كل دهنه واخليه بحيث اوخر الدهن على صفحة واسوي مكعبات او اكياس او اي شيء علب واخليه. كل ما تريدين تسوي المرقة الشيلية تخليه بي مو الا لحم. هذا هسه حبايبي خليت المي وهاي هم رشة ملح وراح اغطي. هذا هسه بدا يفور عندي. شوف حبايبي هاي الكبسة، هاي انا لو سلقة كاملة اللحم وحاطة ويا التمن هسه ويا الفورة مالته ويا التهدير مالته راح اللحم ينمرد عندي. هسه انا من شوية يفور. استاذ حازم شقد عندنا وقت؟ او هذا وثلاث ارباع الحلقه وتقول لي يلا 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 بعد ترى ما تلحق عندك 3 دقائق. عندنا مريم من ضيقار من الناصريه. الو سلام عليكم. جمعه مباركه علينا عليك. الله يحفظك. شو اخبار الناصريه؟ الحمد لله زينين. الله يحفظكم وان شاء الله صحة وعافية. شلونك مريم؟ الحمد لله
زين الحمد لله. شنو رايك بالبرنامج؟ يخبل. بالطبخات؟ زين. طبخاتك زينه. تعلمت شيء من عندنا ونجح عندك؟ اكيد اكيد. ابدا طريقه الكيكه عيد ميلاد اختي وابدا اسوي لهم كيكه، هم راح يجيبوا لها كيكه بس انا احب ان اطبخ. تأمرين أمر، تأمرين أمر هسه ينزل لك مقادير الكيكة وتأمرين. يا أكلة اللي شفتيها وطبختيها ونجحت عندك. كل شيء يعني مثلاً سلطة برياني، كيك، دجاج. يعني أنت تطبخين لو ماما بالبيت؟ لا أنا أطبخ. إن شاء الله إن شاء الله يعطيك الصحة والعافية. ماما موجودة؟ اي موجودة. الله يحفظها ان شاء الله تبقى خيمة على راسكم. الله يحفظك هلا خيتي. الله يحفظك حبايبي. هذا بديفور طبعا، هذا هسه من بديفور ايش راح اسوي؟ اي هاي العين عندنا، العين عندنا عين كبيرة يسموها هاي، عين كبيرة كانت بعين التمر نروح نسبح بيها، شقد حلوة كانت. هاي صراحة خليها على النار الهادئة. هاي شوفوا قام يفور شوية خوطه، حركه هيجي وخليه يفور هنا على راحته، وراح اشتغل الحلوة. طبعا هاي حلاوة الشعرية حبايبي، شوية راح نشتغلها بطريقة مختلفة. نخلي الزبد ونشرح عليها. هذا الزبد هاي حلوة الشعرية حبايبي، راح نشتغلها بطريقة شوية مختلفة. راح ندخل لها الجيمر او القشطة، وراح نضيف لها الفستق الحلبي شوية يعطيها فد نكهة جديدة وطعم. هاي المقادير هم نزلت مقادير الحلوة. ها شوفوا حبايبي اليخني، نعم يلا عيني موعي 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 دموعي دموعي لا تأذيني. عندنا اليوم اهل النجف منورين، اليوم البرنامج لاهل النجف. الو الو السلام عليكم. السلام عليكم خيتي، شو اخبارك؟ الله يخليك. الله يحفظك ويسلمك، جمعه مباركه للجميع ان شاء الله. الله يحفظك خيتي، اليوم اهل النجف منورين اليوم. في سؤال ممكن؟ عمري أنا من أسوي الأكلات ما تضبط، يعني هي تضبط عندي بس النقشة ما لها تروح. ها أنا أقول لك ليش. هاي تدرين شو وقت تروح؟ من تستوي. من تستوي يعني. تدرين ليش؟ تخلين تدخلين بوكن باودر لو خمرة؟ لا لا أنا ما أخلي عليهم اثنيناتهم. لا شلون؟ ها يعني بصير بوكن باودر تخلين عليها، يعني الكيلو بس النكهه مالت الكليته وهاي يعني المطاعمات. لا 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 لازم تضيفين بوكن باودر عليها. تمام. بوكن باودر، واذا تريدين تضيفين محسن كيك بس مو ضروري، بوكن باودر ضروري بس لا تخلين خمره، الخمره الكليته هاي من تبرد تصير مثل الصمونه. ابدا ما اخلي خمره. لا بكم باودر، خلي الكيلو تخلي له ظرف بكم باودر. تمام يعني الله يعني. تبقى اي تبقى ما تروح. تمام. الله يحفظك سلمك. حبايبي هذا طبعا ضفت الزبد وضفت ضفت للزيت، وهاي راح ابدي احمس بالشعريه. طبعا حلاوه الشعريه دائما حبايبي اكو بيهم يقولون تعجن عندنا او ما هذا، دائما الشعريه من نضيفها ما تنعاف، ظلون تقلبون بيها لحد ما كل الشعريه تتحمص. هاي مهمه يعني حتى شنو من نضيفون المي عليها ما تكون عجينه. هذا انا راح اضيف الهيل احمسه وياه حتى يطلع ريحته.
طبعا الشعرية بيها انواع، بيها الشعرية البيضة والشعرية السمراء وعش العصفور وهواي، يعني هواي انواع. هاي هنا انا التمن عندنا من النجف ابو محمد حبيبي. السلام عليكم ابو علوش. شباك القلب. تحياتي الحاره لك البرنامج هذا الطيب الشيخ. الله يحفظك حبيبي. اقول لك شنو اليوم النجف مع البرنامج بس لهم اليوم؟ هو احنا النجف كربله واحد. لا لا مو هاي ابو محمد. المخرج يضحك فرحان يقول ولد ولايتي. اي والله. شلونك حبيبي ابو محمد؟ الله يحفظك حبيبي ابو علوش. البرياني الاسمر. نعم اي والله، مو يعني الاصفر هذا الاسمر، شنو نخلي منك هذا 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 البهارات ابو محمد يضيفوا لك بابه زايده. البهارات تخلي هذا شو تسوي له انت؟ لا تضيف البهارات ترش هرش، لا احمسها ويا الشعريه. الثاني مو قاعد احمس الشعريه، احنا البرياني من نسوي مو نحمس الشعريه. نعم احمسها ويا الشعريه، والنمبصر احمسها ويا الشعريه. كل البهارات يضيفوا له بهارات زياده، يضيفوا له كبابه، الكبابه دائما يصير لونها يطلع على سواد. صحيح مو صحيح؟ فهذا اللي يخلي البرياني هيك يصير لونه. شكرا شكرا حبيبي. حبيبي الغالي عمري على راسي على راسي حبيبي. حبايبي هذا هسه قاعد اقلب بيه. شقد يا باي قدامكم؟ قال عندك 30 دقيقه. دقيقه تنطح دقيقه. هاي قدامكم بعد شوي يقول لي يلا 3 دقائق يلا اختم ابو علوش. ها شوف حبايبي بدا يطلع ريحه الهيل. طبعا انا ما اضيف له اضافات هواي، هو الهيل، لان انا راح اضيف للفستق الحلبي. هسه راح نضيف الفستق الحلبي شويه، سوي له تحميصه. شلون حبيبي؟ الزعفران هذا طبعا المخرج يقول لك ناس يضيفوا له زعفران. صحيح الزعفران يعطي فد لون يعني وريحه وطعم، وذاك من ذاك يلقى الزعفران الاصلي. طبعا طبعا اكو معلومه للمشاهدين، انا ولو هاي اخاف يزعلون علي يعني اللي هذا، بس احنا ما نريد اهلنا وناسنا المعلومات اللي نعرفها نقدمها حتى لا ينغشون. حبايب اكو زعفران بالسوق تشوفوه شعر تقولون هذا زعفران، وحاطيه بعلب شفافه وعلامه وهذا تقولون هذا زعفران اصلي، بس هذا مو زعفران اصلي. هذا شو يسوون؟ يجيبون الكبشه مال الاذره اذا شايفيها يبسوها، يذبون عليها لون الزعفران هذا الموجود الطحين، ويخلوها بعلب ويخلوا لها عطر زعفران. الزعفران الاصلي غالي كلش غالي، يعني شلون الذهب ينباع. فليغركم حاطين مثلا علب وشعر وعبالكم هو هذا الزعفران الطبيعي، وهاي لا، هاي كبشة مع الاذرة. سيختالون هذول يسوى. حبايبي هذا بدا يحمس عدي شوية، انا كل ما احمسه زايد للشعرية كل ما تطيني نكهة وقوام، يعني ما تعجن عدي. هسه بالصين جايبين هاي الاله للتخوط قد حلو. ها شوف حبايبي، هاي حتى الفستق الحلبي الطاني فدنكها بالحمس. خل احضر المي. طبعا انا راح اضيف المي بعدين اضيف الشكر واضيف القشطه. هذا المي وهذا الشكر. طبعا رأسا اضيف الشكر حتى يتجانس وياه حتى يفورا سوى، وهاي القشطة. ليش لاد شوية ماي بعد وخليهن يفورا، اخبطهن هيجي راح يعطيني طعم الفستق الحلبي والقشطة.
سنشيل هذني. شوف المرأة اقول لك المرقة بالفصيح ايش يسموها مرأة؟ لا لا صدق بالفصيح ايش يسموها؟ فنك لا تعرف. يلا فنك اذا عرفت. مرق؟ ايوه. شوف حسين عرف. هذا شوفوا حبايب التمن بدا ينشف عندي. بس بعد راح اخليه لحد ما شوية اقلب واحد تطلع البخار مالته. حتى يطلع البخار راح انصيه كلش. لا وين لا تنطفين. ايه. مرق. يلا. هذا بدأ ينشف عندي الحلوى. عندنا اتصال. الو. الو. من بغداد ام فلاح. السلام عليكم. سلام عيني شو اخبارك؟ والله الحمد لله. شنو الله يحفظك. شيف علوش. ابو علوش. ابو علوش قريت طريقة الكبسة. الكبسة هاي هسه احنا قاعد نشتغل كبسة اللحم. كبسة اللحم والدجاج. اي كبسة اللحم قاعد نشتغلها وكبسة الدجاج انا هم نزلتها ان شاء الله تتابعينها وتشوفين النتائج مالتها. اذا ما لحقتي على الحلقة خيتي تقدرين ورا الحلقة. ورا الحلقة انت وكل المشاهدين اللي ما لحقون على الحلقة ورا الحلقة تدخلين على يوتيوب تكتبين قناة الفرات الشيف ابو علوش تطلع كل الحلقات على قناة الفرات. شكرا شيخ. الله يحفظك. عيني عيني. هذا حبايب الحلاوة بدت احنا نسميها تلجن من صنارها حتى تتسبك او تلجن. شو صيح انت تلجن لو تتسبك؟ تتسبك تتسبك. هذا شوفوا حبايب اليخني شلون الوانه حلوه. شبنت الطماطاني ليش ما ضربتها بالخلاط حتى تبين عندي وحتى بالطعم هم ما تبين عندي. هي طبعا اكو امور بسيطه واحد يسويها تطلع في الطعم تطلع في النكهه. نعم احنا طبعا اليخني دائما باللحم نشتغله بس انا اليوم ما خليت لحم. ليش؟ لان انا عندي الكبسه بها لحم. فسويت سلبت اللحم اخذت من المي مال اللحم ضفته للمرق حتى يعطيني طعم. فانا عندي لحم بالكبسه فما اقدر بعد اخلي لحم بالمرق. عندنا اتصال. ام فاطمه من النجف. السلام عليكم. سلام خيتي اهلا وسهلا. شلونكم استاذي؟ شلون الصحة؟ جمعة مباركة. اردت اقول لك رمضان كريم نسيت والله. الله يحفظك. سلمك خيتي. على راسك. الله يحفظك. تحياتي. والله بخير. اي والله الله يحفظك ان شاء الله صحة وسلامة للجميع. الله يسلمك. الله يخليك. اشكرك على الطبخات مبدع. الله يحفظك ويسلمك وان شاء الله. وياك ترى الالويه ام فاطمه مبدعه بالطبخ. انت بعد نمبر 1. اقول لك بعد اهل النجف هم مبدعين. واحنا العراقيين كلنا نفسيتنا طيبه حتى اللي ما يعرف يطبخ اذا يسوي له بيضه هي طيبه لان نفسيتها طيبه. الله يسلمك. الله يحفظك. اكيد وانت وماتي ما مقصر مبدع ان شاء الله على المراسي. الله يحفظك ويسلمك. تحياتي قناه الفرات. تحياتنا اليك والالويه ونتشرف شرفتينا. الله يسلمك. على راسك. سؤال ابو علوش هذا الاكل اللي يطبخه وين يروح؟ والله هذا الاكل طبعا هواي يسالون وانا شو اسمه اداره القناه هي من زمان يعني احنا سبع مواسم وياهم. برمضان وورا رمضان كل يعني كل حلقة يروح العائلة يسلفن ويروح العائلة
ان شاء الله واصل لنا ولكم يا رب. الله يحفظك. الله يخليك. على راسك. على راسك. علوية الله يحفظك. حبايبي هسه الحلاوة جهزت ها شوفوها. انا اريد اتبه شيء. هسه راح ابدي اصبها. وين اصبك وين اصبك. اصبها انا. لا اصبها انا. هاي طبعا اشتغلناها بالفستق الحلبي والقشطة. الريحة مالتها فشيل الفستق من انحمس ويا من انحمس ويا الشعرية ويا الهيل انطانا فد عطر كلش طيب. هاي الحلاوة نشيل هاي منه حتى عندنا اتصال من الكوت. ابو علي. السلام عليكم. ابو حسين الغالي شلونك عيني؟ شو اخبارك حبيبي؟ والله الحمد لله بخير. شلون؟ احييك على الاكل. احييك على الاكل الشوي. الله يحفظك حبيبي ابو علي. شو اخبار الكوت؟ والله الحمد لله خير نعمة. ابو علي شنو الاكله المشهوره بالكوت حتى نشتغلها هنا؟ يعني احنا الدجاج ما نعرف. احنا الدجاج ما نعرفه شنو. ما ماكينا ابد. ليش؟ ما احنا حاجه ضعيفه ما عندنا. الله ان شاء الله يترس ايدك. والله هاي اللحم الاحمر كيلو 25000 يا ما نقدر نشتري. ما بقدر اشتري 25000 كيلو. وتعرف احنا عايشين على هالرعايه الاجتماعيه، الرعايه الاجتماعيه ما يكفينا. ان شاء الله حبيب ان شاء الله العراقيين اهل خير وان شاء الله الله يترس ايدك والله يشبع كل جوعان. طبعا انا اتاذى من هذا الكلام. ان شاء الله العراق بلد خير والعراق اهله طيبين. لو ما اهله طيبين كان هاي المصايب صارت عليه كان انتهى العراق. بس بي اهله طيبين وبي اهل البيت وبي ناس اجلاء وبناس هي يمكن رب العالمين راحمنا على مطيبتهم. الله ان شاء الله يشبعك ويشبع كل جوعان ويغنينا ويغنيكم ان شاء الله يا ربي. وان شاء الله اهل هذا البلد ما يقصرون وما يخلون واحد جوعان ان شاء الله. حبايبي هسه ما انا ايش قلت لك ببداية الحلقة انا اعرفها. والله اعرفها انا حافظك. ايه لا مو انا حافظك هي مو وقت لا انت ما بيك يعني هذا بس انا حافظك انت حبيب. استاذ حازم ايش قد احبك. طبعا عندي المقبلات هذا التمن جهز. المقبلات راح اشتغل بشوندر. مكوناتها كلش بسيطه وشوندر انا سالقه ومقطعه. رمانة نفلسها شوية نعناع أخضر نص خاشوقة شكر وعصرة ليمون ودبس الرمان فقط. هاي عدي هنا أنا طلعني يلا طلعني. عدي هنا أنا الشوندر. عدي هنا أنا الرمان طبعا الرمان فريش. عدي هنا أنا النعناع. النعناع هم فريش. وعدي هنا أنا الشكر. وعدي اتصال. عدنا من صلاح الدين عامر. شلونك عامر؟ شلونك عامر؟ حبيبي الخير شلونكم انت اخباركم؟ شو اخبارك؟ الحمد لله شلونك ابو علوش؟ شلون صلاح الدين؟ والله بخير من ذات الخير بخير انتو. امين امين من صلاح الدين امين. من بيجي حبيبي زين ان شاء الله زين صلاح الدين. هناك تتابعون البرنامج؟ اي والله قاعد تعمل كل نحيه والعائله تنحى والله خوش البرنامج. الله يحفظك ويحفظ لك العائله. انا اريد لي الاكله مالتكم صلاح الدين المشهوره حتى نقدمها خلال برنامج. المشكله
مشهوره والله هي هذا اقول لك الدليميه والله اللي اسوي الدليميه وحديها للانبار والصلاح الدين واهلنا وتامرون امر بارك الله فيك استاذ الله يحفظك حبيبي تحياتنا لك حبايبي. هسه راح اخلي رشه ملح مو هواي وزيت الزيتون بعدين اضيفه راح اخلي دبس الرمان هاي راح يصير عندي حامض حلو ها شوفوا شوف هاي الصبه مهمه يعني من تطلعها لا يعني هي مهمه يعني هي هاي شوف هاي شي من ينزل اي والله خطيه هاي هسه راح اضيف لها شويه زيت الزيتون هسه عندي انا اليخني جهز نعم هلا حبايبي هسه هذا اليخني سبك عندي نطلعها منها يا عشي ذاك اليوم يقول لي والله العظيم طالع والله طالع هذا عندي الكبسة تمن عندنا رسل من الديوانية السلام عليكم وعليكم السلام شلونك شلونك عيني رسول شو اخبارك الحمد لله جمعة مباركة علينا وعليكم ان شاء الله عليك وعلى العائله عمرينا رسول ممكن كبسه الدجاج بالفرن كبسه الدجاج التوابل مالتها التوابل الكبسه بصوره عامه توابلها اذا تريديها حاره تضيفي لها كاري وكركم وفلفل اسود اذا تريديها حاره تكثرين الفلفل الاسود تضيفي لها شنو الدجاج الدجاج يختلف عن اللحم الدجاج نضيف له دارسين عود نضيف له دارسين عود ورشة كمون يعني مو هواي الكمون بس الكمون لا تكثري حتى لا يبين ريحته شكرا بابا الله يحفظك حبايبي هاي طبعا الكبسة كبسة اللحم طبعا هاي قلت لكم أكلة مشهورة يعني من التراث الخليجي هاي احنا بكربلاء من يجون زوار خليجيين يزورون الامام الحسين عليه السلام فانا كنت اشتغل يعني بالفنادق فتعلمناها من عندهم هاي كبسة اللحم هاي سويناها بالضلوع العراقي هي خليجية بس شنو ال كنسوي لها خلي لها هذني الكرزيات في دول القلب والله ترحم هيك شوي هيك ها احب الكرزيات انا يقول شو وقت ينقطع من السوق هذا ما تقول لي ما ينقطع شي قطع عندنا اتصال علاوي من واسط بعلوش السلام عليكم علاوي نور عيوني يا علاوي تاج راسي بعلوش شلون علاوي يا فتنه صبح وعصر نتنه مسلوبه راحتنا علاوي يا حباب صبح وعصر بالباب من حسنك لآداب ها علاوي شلونك اخش معز ملقات ملقم وشنه اويل شنديش قعدات اهنى اويل راح نقلبها شعر شلونك علاوي شو اخبارك خير انت طيب زين ادري قاعد تتابعنا انت تطبخ ما تطبخ لو شنو والله انا اطبخ بس انا خافات اكثر شيء اكبر طبخه احبها هي البرغل الابيض بالدهن الحر بالدهن الحر
اي والله عليه وهي طاوت خلي تخلي دهنها شويه هذا اليوم دهنه حر على هذا الجو الحار باقله وبيض دهن الحر ان شاء الله ننزلها ان شاء الله ننزل طريقتها هنا ان شاء الله وبخدمتك حبيبي مشاهدي قناة الفرات الفضائيه حبيبي علاوي سلم لنا على اهل ان شاء الله صحه وعافيه ادري بيك راح ترقلني والله العظيم ادري حبايبي هسه عندنا بس هو صدق يعني حقيقه مو لان المخرج قال لي عندك كم دقيقه بس هي استوت اليخ نشوفوها طلعني من فوق طلعني من فوق منا ها شوف حبايبي شلون لجنة او السبكة احنا نسميها تلجن من بابل الحلة ام نرجس السلام عليكم السلام عليكم انقطع الاتصال هاي ها اولي كان قال شورت بيك هذا حبايبي اليخني طبعا هسه راح نبدي نشتغل العصير مالتنا سرتب الامور هذا اشتغلنا كبسة اللحم واشتغلنا يخني الفاصوليا الخضراء كلش طيبة ومو مكلفة هو كيس بألف دينار نضيف له بصلات وطماطات وشوية معجونات يطلع عندنا بهيك صورة وشوية تغيير للمرقة اشتغلنا كبسة اللحم وطبعا اللحم من سلقناه أزلنا مي للسوب العفو للمرقة واشتغلنا المقبلات هي شوانذر هاي تكون حامضة حلوة حبايبي اليوم عدي العصير هو عصير الكيوي راح نضيف الكيوي وطلعني طلع الخلاط مالتي اني ابغى ليش اطلعها هاي المقادير مع الكيوي مقاديره كل السهلة هي كيوي طبعا كيوي عندنا الليمون بس يكون الكيوي اكثر من الليمون يعني ليمونة واحدة اربع كيويات خليتها أنا حتى ليكون حموضة قوية والشكر حسب الرغبة حبايبي الشكر بالعصائر اكو ناس تحب العصائر تكون حلوة واكو ناس لا تحبها على حالات الفاكهة الخالتها يعني البرتقال مثلا اكو ناس تصر البرتقال بس برتقال تشرب ما تضيف له كل شيء هذا ادي مي من العمارة ابو علي حبيب ابو علي شخبارك الله يحفظك يسلمك ابو علي الله يحفظك ابو علاوي اريد النفس سمكه هاي مال شو اسمه مصموطه خادم سمكه وطابه مصموطه اريدها مصموطه تجيب يعني يبسه كامله حتى نسويها هنا حتى نعيد تراث الجنوب اهلنا حتى نعيد تراث اهلنا بالجنوب بالهوار بالشبايش باغين ها باغين عليها هاي احنا ما مغيرين ايه لا احنا نريد ان نجددها هي موجودة وعلى ايه تراثنا ايه بس نريد لان احنا نفتخر به نفتخر بتراثنا نفتخر باهلنا نفتخر فنريد نعيد هاي الطبخات وان شاء الله ما تندثر ان شاء الله يبقى هذا هو تراثنا ونعتز به الله يحفظك الله يحفظك تامرني شيء حالو تامر قلبك تامر ما انا عزباني الله يحفظك انا تشريب الدجاج تشريب الدجاج الاحمر لو الاصفر تريده لا الاصفر تامر امر اشتغل لك اياه هنا وتامر امر
وراح انزل نوعين تشريب. تمر على راسي على راسي تحيات. هسه حبايبي راح اضربه بالخلاط. شلون يفتر دشوفه شلون يفتر. دوا لا الله دشوف الحبايبات دشوف. دوا يلا والله يلا قولي ليش تحب هذا الخلاط. يلا هذا العصير اني وصب اني وصب صورني واني ما ادري هذا ها طبعا انا دائما قلت لكم حبايبي من رمضان دائما العصاير الفريش ابد ما اصفيها. ليش؟ عندنا ابو حسن من الحله لعل ليش يشاورني خوف قل لي ابو حسن من الحله يعني. الو الو ابو حسن حبيبي اقول لك تمن خابرت المخرج يشاورنا اقول لك ابو حسن من الحله قلت ليش يشاورني خوف قل لي. شلونك شلونك حبيبي ابو حسن شو اخبارك؟ الله يحفظك ويسلمك عاتديدك على البرنامج الله يخليك على الاكلات هاي الرهيبه الله يسلمك. ان شاء الله هاي اللي احنا نقدر عليها نقدمها لكم وانتم تستاهلون الاكثر. الله يحفظك ويسلمك وامرنا ابو حسن. ابو علوش بلا زحمه امر ردنا من عندك طريقه عمل الاندومي. الاندومي ابو حسن انت اخوي انا راح احكي لك يعني كضميري الداخلي انقطع الاتصال. الاندومي انا ما انصح به الله يشهد لان الاطفالنا يسبب ضرر مثل الماجي. فاني كل شغله ودخله على اليوتيوب شوفوا ضرار الاندومي شنو الاطفالنا. حبايبي احنا خلينا نوكل اطفالنا اكل صحي. احنا اكو امور نقدر نسويها احنا يعني الشوربات انا كلها منزلها 30 نوع. اي واحد عنده فد اشكال على شوربه 30 نوع شوربه نزلت نسوي لهم شوربات نسوي لهم مقرمشات وان شاء الله راح ننزل فد حلقه خاصه للاطفال للمقرمشات. الاندومي مضر للاطفال. الاندومي الطفل يدمن عليه يقوم ما ياكل كل شيء ياكل بس اندومي يشوفه وجهه اصفر زين رايح فد مره صاير من ورا هاي الاكلات. فخلنا نوكل اطفالنا اكلات صحيه وانصحكم بالاندومي لا تدخلوا للبيت والله مو زين. حبايبي هسه هاي العصير عصير الكيوي والليمون عندي حلوه الشعريه اشتغلتها بالقشطه والفستق الحلبي عندي هنا أنا المقبلات الشوندر اشتغلتها حامض حلو بالدبس الرمان والشكر عندي كبسة اللحم الغنم وعدي اليخني الفاصوليا الخضراء. هاي الاطباق حبايبي اتمنى تعجبكم واتمنى نقدر نقدم لكم نقدر عليه وان شاء الله ما نقصر. كل جمعة طبعا على قناة الفراس ساعة بالاربعة بث مباشر مع الكادر طبعا مع الكادر المميز كادر قناة الفرات اشكرهم من كل مصورين ومخرجين ومعدين. ان شاء الله صحة وعافية وان شاء الله نلتقي الجمعة الاخ. اذا طبختوا نفس طبخاتنا دزون على صفحة قناة الفرات الفضائية حتى تكون جوائز. الله يحفظكم وفي امان الله.